السلام عليكم. جمعت لكم بعض عروض العمل في القطاع الخاص بمختلف عقود العمل، كاين عقود عمل انابيك وعقود عمل بمدة محدودة وكذلك عقود عمل مرسمة. هادشي تندوي على القطاع الخاص. اما بالنسبة اللي بغى عروض العمل ديال القطاع العمومي، نخليكم هاد المقالة هذيك اللي كتشوفها، ندخل مباشرة، راه كاين في صندوق الوصف كتلقى مجموعة ديال الروابط، الرابط ديال الموقع ديال الويب اللي هو هذا. مثلا الصفحة الرئيسية بحال هكا كنحطوا فيه مواقع ديال، كنحطوا فيه لي كونكور دومبلوا وكذلك لي كونكور يعني داكسي بالنسبه اللي بغى يدخل يكمل القرايه ديالو. انت شنو خاصك مثلا؟ انت ما كيهمكش يعني هادشي ديال القرايه ديال التوجيه المدرسي، انت واحد انسان عندك ديبلوم كتقلب على خدمه، كتجينا كدير مباريات توظيف، كتكليك على مباريات توظيف. دابا كنوريكم اللي بغى يقلب على لي كونكور ديال الدوله. غادي هنا تلقى، عفوا غير شويه الكونيكسيون ثقيله حيت كندير كنتيليشارجي واحد الفيديو في يوتيوب، داكشي علاش شويه الكونيكسيون ثقيله. اللي بغى يتعرف على العروض ديال الشروط ديال المباراه التعليميه اللي غتكون في هذا العام يدخل يشوف هنا. هذه المقاله اللي كنشوف اللي غادي نوريكم دابا هي هذه. احنا اللي كنقول اللي بغى يشوف عروض عمل هي كتدخل هنايا، عروض عمل ديال التوظيف اللي كاينه في شهر 8 كتكليك هنا، غتلقى بالنسبه اللي بغى يدفع للجامعات المحليه الكونكور اللي خارجين حاليا ديال مباراه وزاره الداخليه للجامعات المحليه هما هادو، هما كلهم باقيين فيهم الاجل. دائما كندير تحديث اللي كيسالي كنحيدو، كيطلع شي كونكور جديد كنزيدو هنايا. ها هما هادو كاينين هنايا، ها هما 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 ديال وزارة الداخلية، عفوا درت لكم. بالنسبة للقطاع العمومي ها هو كاينين المباريات ديال القطاع العمومي بحال إدارة الدفاع الوطني، كاين الوكالة الجوية وتنفيذ المشاريع، وزارة الصحة، كاين مكتب التكوين المهني، راه كاين راه كانت 170 ودابا راه وصلوا تقريبا شي 300 منصب. التفاصيل وزارة المكلفة بالاستثمار والتقاعد. ممكن هذا سهل، هذا لحد اليوم 9 هذه سهلات. ممكن مجموعة ديال المباريات هما كتشوفهم هنا. هذا بالنسبة اللي بغى يشوف مباريات ديال القطاع العمومي. ندوزو حنا دابا نرجعو نديرو روتور، نشوفو في القطاع الخاص، كنديرو عرض المزيد، كنقلبو على هذه. هذه اصلا هي اللي غتلقى فيها الرابط ديال هادشي كامل في صندوق الوصف، كذلك غتلقاو الرابط ديال الفيسبوك والرابط ديال الانستغرام، كنتمنى انكم تشتركوا فيهم. بالنسبه لهاد العروض العمل غادي نشوفوا، ديجا كنت دويتكم على هادشي، هادو كاين مختلف الدرجات ومختلف التخصصات. نبداو مثلا في مجال صناعه السيارات، نبداو من التحت يعني من جديد، نبداو من التحت هنا كاع بحال هكا. كاين 30 في الكابلاج اللي فوق نادل طالبين بالبكالوريا او ديبلوم ديال التكوين المهني ولا النيفو باك، نيفو باك زائد ديبلوم ديال التكوين المهني. كاين 100 منصب في الكابلاج كذلك في مكناس، هادو غادي يبداو 15/8، يعني راه مستعجل هادشي 15/8 ديال مكناس. اللي بغى يدفع لهم يمشي يدفع، كاين واحد الخطا كديرو، شنو كيبغي يدفعو في شي في شي كونكور اللي كيخرج في لانابي، كيمشي لواحد كيدير بحال دابا هادي ديال مكناس. طالبين شنو يكون عندك؟ يكون عندك نيفو 9، اقل حاجه هو النيفو 9. كتجي كتدخل انت كدير بوستي لي اسات اوفر، نكون غلط اللي كديرو، كتدخل هنا بطبيعه الحال خاصك تكون فاتح الحساب ديالك، راه كلا ما كنتيش فاتح الحساب ديالك راه ما تقدرش انك تبوستي لي. كتجي كدير بوستي لي بحال هكا، انت على سبيل المثال فاتح حساب، كدير لاكارت ناسيونال كود ديالك، كدير اوكي، كتبوستي لي وكتبقى جالس كتسناو يعيطوا لك، راه عمرهم ما يعيطوا لك بحال هكا، لان ما مشيتيش ديبلاسيتي. كدير بوستي لي، هذه الخطوه الاولى، كتبوستي لي في الموقع وكتمشي لاجونس ديال لانابي، كتقول لهم راه بغيت هذاك الاوفر هذا ديال 100 عامل وعامله اللي كاينين ديال كابلاش في هذه الشركه ديال يازاكي. الاغلبيه فيكم اش كيدير؟ كيبوستي لي في الموقع وكيمشي كينعس، ما عمره ما عيطوا لك بحال هكاك. نشوفوا واش كاين 40 ثاني كذلك في صناعه السيارات في قنيطره، كل واحد راه عنده الشروط اللي طالبين، بحال دابا قنيطره طالبين الباك او النيفو باك والكاليفيكاسيون بروفيسيونيل. بالنسبه لطنجه كذلك كاين 50، بالنسبه لطنجه كاين 100، هادو كاين عاوتاني 100 وحده اخرى في طنجه. هادو بالنسبه للقطاع ديال صناعه السيارات. ندوزو دابا للقطاع ديال العمل في المجال الصناعي، دائما كنبدا لكم من التحت باش نوريكم الجديد. كاين 50 ديال لي تيكنيسيان في جيني ميكانيك، 50 واحد في كازا، وكاين كذلك 30 اوفري في طنجي، هادو طالبين بالبكالوريا يعني عمال عاديين، ولكن يكون عندك بكالوريا. ندوزو للقطاع ديال المجال السياحي والفندقه، نبدا لكم من التحت، دائما نبدا من التحت باش نديرو الجديد. كاين هنا شنو عندنا؟ 48 بوست في مجال ديال الفندقه في افران، يعني شي اوتيل او شي مطعم كبير، هذا غالبا اوتيل. كاين 48 بوست، كاين لي سيرفور، كاين المساعد ديال الاداره، كاين لي كويزيني، كاين نزل الاداره، كاين لي باتيسري، كاين يعني بزاف ديال كما كتشوفوا، كاين فاند ميناج، كاين لي كيسي، العديد من عروض من التخصصات. بغيتي بحال دابا مثلا بغيتي سيرفور، كليك على سيرفور بحال هكا، يديك مباشرة الموقع اللي كاين في لانابيك باش تقدم الترشيح ديالك. ترجع هنا بغيتي مثلا نتايا اسيستون جيرون يعني المساعد ديال المدير، كتكليك بحال هكا وغتديك باش تشوف شحال ديال المناصب وتشوف التخصصات. بحال دابا هاد لي سيرفور شحال طالبين؟ 10، 10 ديال لي سيرفور. والخدمة راك هاد لوطي راه كاين هنايا في لي دو ترافاي فور زازات، والبكالوريا هنا طالبين البكالوريا. مزيان، نجيو نشوفو عاوتاني اللي بغا اسيستون جيرون شحال. هادو جوج جوج، وش من نيفو ديال لي باغين تكنيسيان
او لا تكنيسيان سبيسياليزي في السيرفيس دو ريزيدنس، عندك شي ديبلوم في الريستوراسيون. الامور واضحه بطبيعه الحال، كتبوستي لي في الموقع وكتمشي تحط الدوسي ديالك في الوكاله. ضروري ندوز نشوفوا العروض الاخرين. هادي كاين عاوتاني 10 ديال الشيشون وندوز. بالنسبه اللي بغا يخدم يعني يبيع في المحل ديال لي باتيسري، كاين 10 ديبلوم اللي طالبين. عندك ديبلوم دو كاليفيكاسيون بروفيسيون، يعني ديبلوم ديال التاهيل المهني فما فوق، كاين كذلك لي كويزيني في مراكش ومادو. ندوزو عاوتاني نشوفو هنا عروض عمل في مجالات مختلفة. نبداو من التحت كاع، راه كاينين عروض عمل بزاف من التحت. بحال دابا هنايا شنو عندنا؟ 10 ديال الاجون كوميرسيال في تالودانت، يعني وكيل تجاري. هادو راه كونترا مرسم السي دي اي كما كتشوف، غادي تبداو الخدمة نهار 15 شهر 8، وخص يكون عندك غير طالبين غير الباك، ويكون عندك بيرمي بي ضروري، رخصة ديال السياقة. ربما غادي يعطيوك يعني للسيارة ديال السيرفيس باش تخدم بها. وشرط اخر انك تكون كتكلم الامازيغيه اضافه الى الفرنسيه، حيث الخدمه غتكون في التالودات راه اوتوماتيكمون خصك تتكلم الامازيغيه باش كتعامل مع داك التجار اللي كاينين تما. كاين 68 اديكاتريس بريسكولير، يعني ملي قالوا اديكاتريس يعني قصدوا فقط غير البنات. هادو كونترا سي دي دي ليو دو ترافاي، يعني في النواحي ديال في قلعه سراغنا والنواحي ديالها، في لي كومون الجامعات القرويه ديال قلعه سراغنا، بالبكالوريا فقط تطبي الباك وكتدفع. كاين 68. كاين عاوتاني 100 في سوندر دابي في الرباط، 100 يعني كونسيي دوريونطاسيون، لا عفوا ماشي سوندر دابي، هادي كونسيي يعني كونسيي دوريونطاسيون بالباكالوريا، يعني ماشي سوندر دابي، يعني انا ما فيهاش، حيت هذا هو المشكل ديال انابيك، ما تعطوكش فين، تيقول لك غير بحال دابا هو ندخلوا ليه بوستيلي، ما تيقول لك اش من شركه، وفقط تيقول لك راه 100 منصبها فاش صافي، في الخدمه فاش، اش من الشركه والمؤسسه، ما تعطوكش، ما كيعطوكش معلومات اكثر. او فاش كندخل كيما كتشوفوا الموقع تيقول لك 100 كونسي دوريونطاسيون في الرباط، اش من شركه اش من كذا، ما تعطوكش التفاصيل، كيعطوك التيب دو كونترا، هي سي اي، هي كونترا انا بيك، طالبين البكالوريا فقط، ويكون عندك كتكلم الانجليزيه والفرنسيه، يعني لو مويان ماشي شي لو تكون كتكلم مزيان زعما. بطبيعه الحال كتبوستي لي، دائما كنذكركم هذه القضيه، كتبوستي لي من الموقع وتمشي لاجونس، اش عمرك كيبوستي لي كيبقى جالس، بوستي لي وسير لاجونس ديالك. شنو عندنا عاوتاني هنايا؟ ستيل اجون سيزي، كاين اجون الاجون دو سيزي كاين 6 في الداخلة، وكاين 30 في كازا، وكاين 10 في الرباط. يكون عندك باك بيس دو كتني كونتر انا بيك، وكتشيك ني اجون دو سيزي راه معروف، يعني كتسيزي لي دوني. كاين عاوتاني اجون سيكوريتي فاس اللي بغا يخدم في رجل الامن في فاس، كاين 30 واحد، وكاين كذلك 11 امبلوي اللي بالكونيتر بالباكالوريا. يعني كاين هادو، وكاين العديد من عروض العمل. ما نطولش الفيديو اكثر باش ما يوليش ممل. غتلقاو الرابط ديال هاد المقال اللي جامع لكم فيها الروابط في صندوق الوصف، كليك عليها ادخل شوف كل عرض عمل، شوف التفاصيل، شوف واش طالبين الديبلوم ديالك، وبوستي لي انت ما خسرتش شي حاجه. ني جاس جاس، واخا تقول لها حكا راه دي كونترا انا بيك ما تخلصوش، ولا هادي ولا هادي ما تخلص مزيان، راه كونترا انا بيك راه كتعتبر غير ستاجير، وكتخلص نفس الوقت، كتعمر السي في ديالك على ما كيتماشي كونكور ديال الدوله، وكتقبل فيه. في الاخر كنتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.